بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي Today we are going to talk about distributives اللي هي بنسميها أدوات التجزئة بنسميها أدوات التجزئة ودي اللي إحنا هنتكلم عليها النهارده من خلال الطريقة اللي إحنا هنتعامل بها النهارده في الجزئية اللي موجودة قدام حضراتكم دي. بصوا كده هنشوف ايه اللي موجود قدامي؟ أه هتلاحظوا في احنا طبعا جهزناها في صوره زي ما انتم شايفين في جزئيه هنشتغل مع بعض كده اسمها الديستريبيوتفز وعملناها في صوره باوربوينت الدرس بتاعنا اللي هو بيتكلم على الديستريبيوتفز اللي موجود قدامنا ده ديستريبيوتفز اند Determiner هي كلمة Determiners، دي Determiners اللي هي بيسموها أدوات، وديستريبيوتيفز اللي هي أدوات التجزئة. هذه الأدوات، زي ما حضراتكم هتشوفوا بعد شوية، يعني in English، uh, refer to a group of people or things and two individual members of the group. they show different ways of looking at the individuals within a group and they express how something is the distributives shared or divided ايه معنى الكلام اللي انا قلته ده كله محددات التوزيع بتشير الى مجموعة من الاشخاص او الاشياء والى افراد من المجموعة يظهرون طرقا مختلفة للنظر الى الافراد داخل المجموعة ويعبرون عن كيفيه توزيع شيء ما او مشاركته او تقسيمه ما معنى هذا الكلام ده اللي هنشوفه مع حضراتكم الان ده اللي انتم شايفينه حضراتكم يعني انا بحاول اطير المقدمه لغايه محمد يوصل عندنا زي ما حضراتكم شايفين ديستريبيوتيفز وديتيرماينرز ودي لاول مره حضراتكم تتعاملوا معها من هذا المنطلق إحنا هنبدأ نشرح كل جزئية على حدة على أساس نتناولها بالشرح والتفصيل حتى نصل بها إلى النهاية الكلمات اللي إحنا هنتكلم عليها النهاردة كلمة all، كلمة both، كلمة half، كلمة each، كلمة every، كلمة either أو either، neither أو نايزر some و any ده اللي إحنا هنشوفه حضراتكم مع بعض الآن، ونشوف إيه يا ترى اللي هنتعامل معاه من خلال هذه الجزئية. أول كلام هنتكلمه مع حضراتكم عن كلمة أول، كلمة أول اللي موجودة عندنا دي، كلمة أول معناها كل، كلمة أول معناها كل. هذه الكلمة بتستخدم كلمة أول كأحد محددات التوزيع، يعني واحدة من الكلمات أو الأساليب اللي بنستخدمها إنه كمحدد للتوزيع على أساس تعرف حضرتك الفاعل بتاعك هل كل الجزء أو كل الجروب أم جزء منها؟ الإشارة إلى مجموعة بأكملها، عندما تريد أن تحدد أن المجموعة بأكملها أو الشيء بأكمله هنا بتستخدم كلمة اول. وطبعا مع التأكيد على فكرة عدم استثناء أي عنصر منها، يعني ما بتاخدش مثلا ما تقولش كل الطلبة ما عدا فلان. يعني هنا لما تستخدم كلمة اول وانت بتتكلم على كل هذا كل هذا الشيء. ويمكن أن نستخدم كلمة اول كمحدد توزيع بطرق مختلفة، على الأمثلة هتوضح لك الكلام ده. ويمكن ان تستخدم كلمه اول بمفردها مع الاسماء تستخدم مع الاسماء المعدوده او الغير معدوده او الاسماء الجمع سواء في حاله يعني في حاله مفرد او جمع وطبعا في هذه الحاله فانها تشير الى مجموعه كمفهوم عام وليس كافراد ايه الكلام اللي مش عايز تفهم ده قال بص حضرتك سنه سنه اولا محددات التجزئه اللي احنا هنتكلم عليها النهارده او عبارات التجزئه او اسلوب التجزئه كات حسب ما تسميه لا يتعامل الا مع الناونز لا يتعامل الا مع الاسماء فقط ما بيتعاملش مع الفيرب ما بيتعاملش مع الاوبجكت ما بيتعاملش مع الادجكتيفز لا ده بيتعامل مع الناون لكن كل واحد من دول له طريقته الخاصه للتعامل مع الاسماء وعايز اعرفك يعني كل واحد من دول ايه الاسماء اللي بتاتي وراءه اول واحده بص المثال all cheese contains protein كل انواع الجبنه بتحتوي على البروتين اتى بعدها noun لو لاحظتوا ان الاسم اللي موجود هنا uncountable uncountable يعني اسم لا يعد I like all dogs أحب كل الكلاب كلمة dogs هنا اسم countable أطلع من example number one and number two أن كلمة all يأتي بعدها ناون سواء كان هذا الاسم countable or uncountable لكن خلي بال حضرتك بص كده all cheese وبص في المثال الثالث all children need affection وهو العطف جاء بعدها ناون برضو لكن لو لاحظتوا الناون في الاولاني ده uncountable اللي هو تشيز uncountable واتفقنا مع سنه ثانيه واولى انه الاسم uncountable يعامل معامله المفرد ولذلك استخدمنا كلمه contains contains حسب اللهجات ونما في كلمه children استخدمنا need the verb in infinitive لان في زمن المضارع البسيط الفاعل الفاعل المفرد بياخذ فعل في نهايته اس والفاعل الجمع ياخذ فعل في المصدر this soup is for all purpose purposes purposes هنا كل الايه الاغراض بنطلع دي معلومه بتاخذها عن كلمه اول ان كلمه اول ياتي بعدها ناون وهذا الاسم اما ان يكون countable or uncountable، يعني شغالة مع كل الأسماء سواء كلمة تجمع أو كلمة لا تجمع. لكن أنا الاحظ مع حضراتكم حاجة معلومة يعني تفهم ضمنا، هل حضراتكم الاسم الذي سوف يأتي بعد كلمة اول يكون مفرد أم جمع؟ يكون مفرد أم جمع؟ ده اللي أنا عايز أعرفه من حضراتكم. يكون إيه؟ الاسم اللي استنتجتوه ترد عليا من خلال هذه الكلمة او الاسم الذي يأتي بعدها يكون singular or plural مفرد أم جمع؟ لا يا جمع. مستمر؟ جمع لازم؟ جمع آه ما ينفعش يكون, يكون مفرد ما ينفعش يكون مفرد يبقى إذا إحنا طبعا. إحنا هنا تعاملنا مع هذه الجزئية تعاملنا مع جزئية الجزئية اللي إحنا بنتعامل معاها إن واحد أنه يأتي بعدها ياتي بعد هذه الكلمه ناون والناون ده لازم يكون جمع سواء كان كاونتابل او ان كاونتابل طيب نشوف الجزئيه الثانيه يمكن ان نستخدم كلمه اول يمكن ان نستخدم كلمه اول كلمه اول اللي موجوده قدام حضراتكم دي ممكن نستخدمها مع الاسماء الغير معدوده أو الأسماء الجمع زي ما حضراتكم كلكم عارفين أهو ويمكن إتباعها يعني ممكن نجيب وراها ذا ممكن نجيب وراءها ذا يعني زي ما تشوفوا حضراتكم أهو يمكن أن تستخد تستخدم أول مع الأسماء الغير معدودة أو الأسماء الجمع أي المعدودة ويمكن إتباعها أي نأتي بعد كلمة أول بأداة التعريف ذا أو صفة ملكية، آدي واحدة، ذا أو صفة ملكية. ولما بناتي بعدها بصفة ملكية في هذه الحالة، فهي بتشير إلى مجموعة ملموسة، ظاهرة، واضحة من الأشياء أو الأشخاص، يعني حاجة مادية وليست معنوية، يعني ليست فكرة أو مفهوم عام. وفي مثل هذه الحالات يمكن أن نضيف of بعد اول دون ان يحدث تغيرا في المعنى. نعيد الكلام ثاني من خلال الامثله. all the people, all the people يعني ممكن ان انا لو قلت all people يبقى انا بتكلم على الناس in general لو انا قلت all people بتكلم على الناس عامه عامه لكن لو قال all the people in the room were silent كل الناس في الحجره هنا في عمليه تحديد في عمليه قصد انتنشن فعندما حدد استخدم ذا يبقى تستخدم ذا بعد كلمه اول في حاله التحديد عندما تتحدث عن مجموعة معروفة ملموسة محسوسة من الأشخاص أو الأشياء أمام العين وقال في هذه اللحظة إذا كنت تتحدث على مجموعة محددة مجموعة ملموسة محددة أمام العين فهنا يمكن أن تستخدم أوف ويمكن ألا تستخدم أوف قبل ذا دون تغير في المعنى يعني المعنى مش هتغير لو قلت all the people in the room were silent لو قلت all of the people in the room were silent الإجابة واحدة all of birds the birds flew away برضو الإجابة واحدة have you eaten all the bread كلت كل العيش I will need all of the sugar يعني مرة تستخدمها all the أو all of the الاثنين بمعنى واحد بس متى بنستخدم the بعد all في حالة التحديد عندما تريد أن تتحدث على مجموعة محددة بعينها طيب آه كمان يعني لو لاحظنا كمان جزئية تاني لاحظتوا حضراتكم Yellow له I, I have used up all of our eggs used up يعني استهلك استنفذ كل البيض اللي عندنا. You wasted all your time لقد أهدرت وقتك. قبل أن أنتقل إلى الصفحة التالية، هراجع مع حضراتكم اللي أنا قلته تاني، نتكلم على كلمة all، كلمة all اللي هي تشير إلى مجموعة، تشير إلى الكل، لا تتعامل مع أفراد الشيء أو أفراد المجموعة، ككل جزء على حدة لا دي بتتعامل مع الشيء ككل بتتعامل معاه كأنه ون يونت، كأنه وحدة واحدة ومن هنا في مجموعة من الصفات اللي هي طبعا الكاركترز أو الكواليتيز الصفات الخاصة بهذه الكلمة أنه لا يأتي بعدها إلا ناون ده نمبر 1 الناون ده ممكن يكون كاونتابل أو أن كاونتابل ثلاثة يمكن أن تستخدم ذا أو أوف ذا مع الأسماء إذا كنت تريد أن تحددها عندما تريد أن تتحدث على أسماء بعينها أو مجموعة بعينها أو أشخاص بعينها أو, أشخاص بعينها أو أشياء بعينها آه نشوف الجزئية الثانية كمان معلومة ثانية هنضيفها مع أول قال يمكن أنت احنا اتفقنا مع بعض أن أول أو خاصية أن أتى بعدها الناون أتى بعدها الاسم الكونتابل أو الانكونتابل قال لي كمان يمكن ان نستخدم اول مع الضمائر مع ضمائر وهتكون طبعا حضراتكم ضمائر مفعول به وهتكون حضراتكم ضمائر مفعول به اللي هي object pronouns هذه ضمائر المفعول به دائما كمان طالما هي طالما هي لا ياتي بعدها الا اسماء بلورال لا ياتي بعدها الا جمع فمن هنا لا يأتي بعدها إلا ضمائر المفعول به التي تدل على الجمع مثل كلمة أص اللي هي نحن ويو أنتم زم يعني هم فقال يمكن أن تستخدم أول مع ضمائر الجمع ويتم إضافة of بعدها إذا حضرتك استخدمت ضمير إذا استخدمت ضمير ضمير مفعول به بعد أول بد أن تسبقه بأوف all of أس all of you all of them all of us are going he ah. scalded all of you yes did you find all of them هل وجدتهم دي المعلومه الزياده اللي اضفناها على all طيب اللي لسه ما خلصناش all يا استاذ يمكن استخدام all في الجمله الاستفهاميه انا شغال من الصبح شغال انه all استخدمناها مع الافيرماتيف اللي استخدمناها في الاثبات يمكن ان نستخدم اول في الجمل الاستفهاميه الـ questions او الاكسكلاميشن التعجبيه مع الاسماء غير المعدوده مع الاسماء الغير معدوده يعني الـ uncountable طيب ويتم اضافه ذس او ذات بعدها وفي مثل هذه الحالات يمكن اضافه of بعد اول دون ان يحدث ذلك تغيرا في المعنى زي ما احنا اتكلمنا في المرة اللي فات احنا اتكلمنا انه هو استخدمناها مع الاسماء المعدودة خدنا امثلة عليها وقلنا انت ممكن تزيأتي الاسم مباشرة وممكن يستخدم بعده زاء وممكن تحط اوف قبل زا وفيش تغير في المعنى قال لي كمان ممكن تستخدم حضرتك في الجمل الاستفهامية تستخدم الجمل الاستفهامية او التعجبية زي ما هديلك وفي نفس الوقت بتستخدم عبارة عن اسم اشارة Who has left all this paper؟ من الذي ترك كل هذا الورق؟ كلمة بيبر، كلمة بيبر اللي موجودة عندنا، هذه الكلمة كلمة uncountable، استخدم all قبلها ووضع اسم إشارة في صيغة question، في صيغة سؤال أو جملة استفهامية. Look at all this snow. انظر إلى كل هذا الثلج. snow هنا كلمة uncountable. واستخدم all وبعد all استخدم اسم إشارة دي طبعا exclamation sentence يعني جملة تعجبية why is all of that sugar sugar اسم uncountable لا يعد استخدمنا قدامه all وبعدين اسم إشارة أهو ويمكن أن تضيف of كما قلنا ولا يحدث هناك أي تغير في المعنى على الإطلاق Where did all of this كونفيتي <applause> هي طبعا كلمه كونفيتي <applause> هنا دي معناها الحلوى يعني زي كلمه سويت كام <applause> من اين تاتي هذه الحلوى اللي موجوده قدام حضراتكم كما قلنا بنلخص الجزئيه دي للمره الثانيه كلمه اول كما استخدمناها في الجمله المثبته يمكن ان تستخدم هذه الجمله ايضا في الجمل الاستفهاميه او التعجبيه بس مع مين مع الاسماء الغير معدوده مع الاسماء الغير معدوده عشان هضيف لها زس او ذات طبعا طبعا يا استاذ هل هل الاسماء الغير المعدوده تتكلم وتقول الاسماء الغير معدوده ده معناه ان الاسماء المعدوده ما تنفعش لا هتنفع بس هوريها لك هيختلف اسم الاشاره فقبل ما ننتقل الى الجزئيه اللي انا هتكلم عليها الثانيه هنستخدم اول في الجمله الاستفهاميه والجمله التعجبيه مع الاسماء المعدوده والغير معدوده عشان ما ازعلكمش لكن مع الاسماء المعدود غير معدوده بنضيف ذس وذات لانك هذه الاسماء كاونتبل بتعامل معامله المفرد فلذلك استخدمنا ذس وذات ذا كنا هذا وتلك ده اللي هو بنستخدمه مع الاسماء الغير معدوده لكن بص حضراتكم يمكن استخدام اول مع الجمل الاستفهاميه والتعجبيه مع الاسماء المعدوده بس بدل ما كنا بن هناك نقول زيس نقول زيس هؤلاء وبدل ما كنا هناك بنقول زت هنا نقول زوس أولئك بعدها وفي مثل هذه الحالات برضو بنستخدم off دون تغير في المعنى. Look at all, look at all uh, those balloons. Where did all of those books come from? Why are all these children crying? خلاصه الكلام لو حبينا نجمع الصفحة السابقة بالصفحة الحالية يعني حبينا إن إحنا نجمع الصفحة السابقة ثاني مع الحالية أهي إن استخدمنا أول في الجملة الاستفهامية والتعجبية مع الأسماء الغير معدودة وتضيف بعد كلمة أول this أو ذات دي اسم إشارة يعبر عن المفرد لماذا استخدمنا اسم الإشارة الذي يعبر عن المفرد بالرغم أن كلمة بيبر كاونتابل أقول له لا هذه كلمة بيبر صح أنت في رأيك أن هي جمع ولكن هذه الكلمة أن كاونتابل والأن كاونتابول يعامل معاملة المفرد لذلك أضفنا زيس وزاد أما إن استخدمنا أول مع الجمل الاستفهامية والتعجبية مع الأسماء المعدودة بدل منضيف زيس نقول زيس لإنها تعامل معاملة الجمع وجوز أولئك بدل ذات ويمكن أن تضيف أوف دون أن يتغير في المعنى. هعمل لحضراتكم ثاني سمرايز تلخيص لكل اللي استخدمناه مع أول ثاني عشان محمد اللي لسه واصل كلمة سمرايز هنعمل سمرايز كلمة أول أول أولًا معناها كل ولا تستخدم إلا مع الناونز مع الأسماء والاسماء التي تاتي بعدها عباره عن اسماء countable or uncountable تعد او لا تعد تجمع او لا تجمع مع ملاحظه ان الاسم الcountable الاسم الuncountable يعامل معامله المفرد اما الاسم الcountable يعامل معامله الجمع وفي حاله انك انت لو هتعمل عمليه تحديد للشيء بتستخدم بعد اول كلمه ذا او تستخدم كمان معاها اوف ولا يتم اي تغير في المعنى تقول اول اوف ذا اول اوف ذا اقبل واحد وقلنا كما ان اول تستخدم في الجمله الاستفهاميه كذلك تستخدم اول في الجمله الخبريه تستخدم في الاستفهاميه والتعجبيه مع الاسماء التي تعد والتي لا تعد مع ملاحظه انه مع الاسماء التي مع الاسماء التي لا تعد بنستخدم ذس وزات بنستخدم ذس وزات اما مع الاسماء المعدوده او التي تعد فاننا نستخدم ذس وزوس ويمكن ان تضيف اوف دون ان يحدث اي تغير في المعنى في الجمله بعد كده هنبدا ندخل على اداه اخرى او اداتان من ادوات التجزئه اللي هم ايتش ان افري الاثنين الاثنين بمعنى كل الاثنين بمعنى كل لكن كل واحدة بيليها خصائص خاصة بها طيب ركز معايا لاحظت ان كلمة أول اللي احنا اتكلمنا عليها لنا فترة بنتكلم عليها هذه الكلمة أول بتتعامل مع المجموعة ككل بتتعامل مع المجموعة كأنها one unit لكن each and every تتعامل مع أعضاء المجموعة كل فرد على حدة. Each اللي بمعنى كل، وevery برضو بمعنى كل، وأول كانت بمعنى كل. لكن all دي كانت تتعامل مع الجروب كله. لكن لو حبيت أنا أتعامل مع كل فرد، بتعامل مع المجموعة، أي نعم. بس كل فرد على حدة. تمام؟ هنا في هذه اللحظة بستخدم each or every. نستخدم each عندما ننظر إلى أعضاء المجموعة كأفراد كل على حدة. دي كلمة each. أما every فإننا نستخدمها برضو مع أعضاء المجموعة ولكن على أنها سلسلة متتابعة على أنها أعضاء مكونين يعني وراء بعض كل طالب لها ونستخدم هذه المحددات اللي هي each وevery تاني. بنستخدم هذه المحددات اللي هي each و وافري ها مع الاسماء المعدوده فقط مع الاسماء الكاونتابل فقط وتستخدم تحديدا مع الاسماء المفردة وتاتي قبلها وفي كثير من الحالات يمكن استخدام اي منها مكان الاخر يعني ممكن استخدم اتش مكان افري وافري مكان إيتشي في بعض الحالات تاني هذه المعلومه إيتش وافري اتش دي اللي تتعامل مع كل فرد على حده في المجموعه وافري برضه بتتعامل بس الاولانيه دي اتش بتعامل مع كل فرد منفصل عن الاخر لكن افري بتتعامل مع كل فرد متصل بالشخص الاخر يعني كل واحد انا عارف ان حضرتك يعني افراد الفصل كلكم كلكم هتاخدوا كتب كلكم هتاخدوا كتب يعني كلكم متسلسلين وراء بعض كل واحد متصل بزميله الثاني مكونين لمجموعه الكلاس ولكن انا كل الكلام ده لا يعنيني اللي يعنيني افضل انه كلمه اتش واحد او افري لا ياتي بعدها ايوه حنين مستر ايه الفرق بين افري ون وايتش مع انه ده مش 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 معاده مش معاده يعني آه مش طبعا معاده هقولها, لك. هقولها, لك يعني هقولها لك هقولها لك يعني بعد شويه هقولها لك حاضر بس ما لما اثبت عندك معلومه اتش وافري دي كلمه اتش وافري ثاني الحقيقه اللي انا عايز اوصلها لحضراتكم انه كلمه ايتش وافري بياتي بعدها اسم بس الاسم الذي يكون هنا بيكون اسم كاونتبل في صيغه في حاله المفرد يعني كلمه مفرد بس بص المثال ايتش تشيلدرن ايتش تشيلدرن تنفع ايتش تشيلدرن تنفع ها ايتش تشيلدرن تنفع حدش بيرد لا. لا ليه لا لا ما تنفعش اه عشان جمع اهو جمع تمام انا عشان الناس صحية ولا نايمه لكن هي اتش تشايلد اتش تشايلد لان اتش ياتي بعدها مفرد. ايه مفرد ما يجيش مفرد. بعدها جمع تاني تمام. each اتش تشايلد ريسيفد ا بريزنت يعني كل طفل تسلم هديه every child received a present نفس المعنى I gave each plant some water اديت لكل نبات بعض من الماء I gave every plant some water لغاية كده حضراتكم شايفين الاثنين شغالين مع بعض وزي بعض، فإذا أطلع قبل ما أنتقل على المعلومة الثانية اللي أنا طلعت بيها أن كلمة اتش واحد لازم يأتي بعدها مفرد، اثنين لازم يكون اسم كاونتبل، لازم يكون كاونتبل، طيب يا يعني عم نشوف المعلومة الثانية، إيه المعلومة الثانية؟ قال لي آه خلي بال حضرتك بقى يمكن استخدام اتش مع الأسماء اللي كانت بتتكلم أهو والضمائر الجمع ولكن يجب ان تكون متبوعه بحرف الجر اوف تاني كلمه اتش وافري متفقين كانوا مع بعض في اول صفه في اول خاصيه في اول خاصيه لإيتش وافري انهم الاثنين ياتي بعدهم اسماء تمام واسماء كمان uncountable ولا countable ها uncountable ولا countable countable ولا uncountable يا ناس تاني نرجع للكلام ده تستخدم احنا قلنا ادي الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه اتى بعدها اتى بعدها مع الاسماء الcountable في صيغه المفرد الاسماء الcountable في صيغه المفرد رابع مره تاني each every لانك لو ما فهمتهاش مش هتعرف تحل each و every هذه التعبيرات او ادوات التجزئه هذه تستخدم مع الاسماء الاسماء إيه؟ الكاونتابل تمام ايه تاني كمان تكون في صيغه المفرد ده اول استخدام ليها الاستخدام الثاني كلمه each ممكن نستخدمها مع الاسماء الجمع والضمائر الجمع بس عشان تستخدمها مع الضمائر الجمع او الاسماء الجمع لابد ان تستخدم حرف الجر of وقلنا ممكن تضيف ذا ولا تغير المعنى. Each of the children اه oh. جابها جمع اهو. I gave each of the plants. He told each of us ده ضمير جمع اهو. He gave each of them لكن هل يمكن هنا اذا كان الاسم جمع وcountable يمكن أن أستخدم إفري؟ قال لي لا إفري لا يمكن استخدامها مع الأسماء الجمع يبقى إذن اتفقوا الأول في الصفحة اللي فاتت إن هم شغالين على المفرد للأسماء المعدودة لكن إذا تحولت إلى الأسماء المفردة إلى أسماء جمع لا تستخدم إلا إيتش فقط ومعها حرف الجر أوف طيب يعني وكلمة افري دي يعني لهاش شغلانة؟ قال لا ده افري كمان يعني بنستخدمها للتعبير عن نقاط مختلفة في سلسلة متتابعة وخاصة مع تعبيرات الوقت، يعني بنستخدمها مع الصباح، مع المساء، مع الأسبوع، مع اليوم، مع الشهر، مع السنة، افري مورنينج، افري داي، افري ويك، افري مانث، افري يير، دي بنستخدمها نستخدم معاها كلمة افري. ويمكن أن أستخدم each ولكن اللي يفضل أنك تستخدم كلمة every ليه؟ لأن كلمة every دي ممكن تستخدم كحال والنوع من الأحوال ده بنسميه adverb of degree أو regular اللي هي عملية التكرار أو التدرج فده بنستخدمها اتكلمنا عليها في زمن البريزنت present هو المضارع البسيط لكن عشان ما في أكثر من متاهة واكثر من جزئيه بنرجع ونقول لحضراتكم لو انت عايز تتكلم على اوقات الزمن او تتكلم على اجزاء معينه في اليوم او السنه او في اي زمن بنستخدم افري ويفضل افري عن اتش في هذا هذه الجزئيه بعد كده بينتقل الى كلمه هاف اللي هي معناها نصف كلمه هاف معناها نصف يمكن استخدام كلمه هاف مع كلمات القياس ايه كلمات القياس دي يعني الحياة اللي انت بتقيس بيها او بتقدر بيها الكمية يعني لو انت عند حضرتك مثلا المية ممكن باللتر ممكن بالجزازة ممكن بالكوباية بهكذا السكر ممكن بالكيلو ممكن بالكيس ممكن بالعبوة وهكذا فقال لي يمكن استخدام هاف مع كلمات القياس بس طالما هتستخدم كلمات قياس لازم كلمة القياس اللي انت هتستخدمها تكون مسبوقة بآ أو آن وفي هذه الحالة ليه؟ لأنها تشير إلى وحدة القياس يعني الآ والآن مش بتشير إلى الاسم اللي انت بتتكلم عليه لا دي بتتكلم على أداة القياس نفهم I had half a cup of milk left فاضل معايا نصف فنجان لبن فاستخدم أهو هفه اللي هي ادي كلمه هاف وجاء بعدها باداه قياس اللي هي كب فوضع قبلها ا فادي جايه تبع مين؟ هل ادي جايه مع كلمه ملك؟ لا ان يعني كلمه ملك uncountable لا تاخذ ا ولا آ امال جاءت كلمه الحرف ده لمين؟ قال لي جاءت لوحده القياس اللي انت مستخدمها اللي هي كب اي بوت هاف جابها في الامتحان اختياري قبل كده قال تقول اهاف كيلو a half kilo or half a kilo جابها في الامتحان كده في الاختياري a half kilo or half a kilo فالإجابة الأصح إن حضرتك تقول half a kilo he ran half a mile or half a mile this morning يعني هو يعني جرى لمسافة نصف ميل this morning I will be back in half a minute فعرفنا إن حضراتكم أداة اللي هي آ أو آن دي هتأتي قبل أداة القياس وليس كلمة ها. تمام دي أول معلومة على الحج هاف طيب قال لي خلي بالك المعلومة اللي هجيبها لك أكتر دي هتكون فيها معلومات أكتر بتستخدم هاف مع الأسماء التي تكون مسبوقة اتفقنا يعني اتفقنا مع حضراتكم استخ... أول استخدام لها كان مع أدوات القياس أول استخدام لها كان مع أدوات القياس اللي احنا استخدمناها من شوية وتكون أداة القياس مسبوقة بآ أو آ قال لي الاستخدام رقم اثنين لكلمة هاف تكون مسبوقة مع الأسماء التي تكون مسبوقة بزا أو آ أو أي اسم إشارة أو صفة ملكية فإنها تشير إلى حالة اقتسام أو تجزئة يعني بتاخد ما الناس كلها بتاخد جزء منها ويمكن إضافة أف بعد اهاف ودون ان يحدث تغير في المعنى نعيد تاني الكلام ده من خلال الامثله هاف ذا بيبل استخدم ايوه يا حنين هو يعني هاف ذيس فروجز دي ان ذا ريفر يعني ايه اللي هي الجمله اللي, اللي في النهر انا لسه ما آه. قلتهاش انا لسه هنا ايوه يعني ايه دي اه تمام ماشي ايوه اصل لفتت نظري فمش عارفه معناها الفروج اللي هو الضفادع ايوه يعني ازاي لا نصها يعني شي فاوند هاف ذيس فروكس يعني هي ماسكه في ايديها ضفادع كتير بتقول نص الضفادع دول انا جبتهم من النيل جيتوا في النيل اه تمام ماشي طب هتفيدنا في ايه احنا الحته دي مش عارف ما علينا هاف ذا بيبل الجزئيه اللي انا عايز اتكلم عليها انه هاف اتى بعدها اتى بعدها ناون اسم ماشي هذا الاسم يا حضرات كان زي ما احنا اتفقنا مع بعضكم لازم يكون عندنا الاسم اللي موجود عندنا مسبوق بذا او ا او ان يعني اذا كان مفرد بياخد ا او ان واذا كان جمع ياخد ذا او ما ياخدش حسب استخداماتك هاف زبيب استخدم ذا اهو الاسم الجمع هاف اوف ان apple هنا كم تفاحه دي واحده فلذلك استخدم امامها ان لانها تبدا بحرف متحرك بس لما تبدأ حضرتك هنا في اللحظة دي هتحط آ أو آن خلاص؟ قال لك هنا ممكن إنك تضيف أوف دون يعني دي مش ضرورية يعني مش لازم مسلم بها دي لن تغير المعنى لكن أنا ممكن أستخدم قبل الاسم اللي أنا بستخدمه إيه؟ آ أو آن أو ذا أهي أدي ذا وأدي آن أو أستخدم صفة ملكية ماي هاف ماي شوجر كمان إيه تاني؟ هاف أوف ذا flour for my cake يعني الدقيق I earned half of that كلمة that ده اسم إشارة that money أهي بيتكلم على دي She found half these frogs علشان خاطر حنين ده فاضع in the river I spend half that time استخدم اسم إشارة You can take half of Zeus box اسم إشارة I have invited half my friends نصفهم استخدمت صفة ملكية I have used up لقد أنهيت وخلصت واستنفست half of my eggs نصف البيض You wasted half of your money half your money صفة ملكية يبقى إذن زي ما قال لنا في هذه القاعدة يمكن أن نستخدم half مع الأسماء استخدمنا half في المرة اللي فاتت لو أنتم حضراتكم نسيين استخدمنا half في المرة اللي فاتت أهي مع كلمات القياس مع كلمات القياس استخدمنا هاف مع كلمات القياس وكانت كلمه القياس لابد ان تكون مسبوقه ب او ان حسب ما تحطش ا او ان قبل هاف بتحط ا او ان قبل اداه القياس اللي موجوده عند حضرتك طيب كلام كويس ايه تاني قال لي ممكن حضرتك تستخدم هاف مع الاسماء اللي بتكون مسبوقه برضو في حاله المفرد با او ان وفي الجمع ممكن تحط زاء او ما تحطش وممكن يكون مسبوقه باسم اشاره وممكن تكون مسبوقه بصفه ملكيه وهكذا ويمكن ان تستخدم اوف دون تغير في المعنى طيب قال لي خلي بال حضرتك كمان مش كده وبس ده انا استخدم هاف مع ضمائر الجمع لان احنا قلنا دايما بيستخدموا ضمائر ال ال الجمع اللي موجوده عند إيه عند حضراتكم زي طبعاً half of us, half of you, half of them. بس بستخدم ضمير مفعول به ولا بد أن يكون أن تكون مسبوقة يا حضرات ب of يعني الضمير ضمير الجمع ده يكون مسبوق ب طيب في عندنا كمان جزئية تاني هنشوفها مع حضراتكم قبل الخاتمة بنستخدم كلمة بوس اللي هي بمعنى كل من إيذر أو أيذر معناها إما أو نايذر نايذر اللي هي قلنا معناها لا ولا طيب المهم إن التلاتة دول حضرتكم لا يستخدموا إلا مع شيء يتكون من اثنين لازم يكون الاسم اللي أنا جايبه وراهم يتكون من اسمين خلاص طيب إلى فكرة توزيع أو تقسيم الشيء على زوجين من الأشياء لا تستخدم هذه الكلمات الثلاثة إلى أي مجموعة تتكون من أكثر من اثنين ثلاثة في أربعة ما ينفعش معانا تستخدم معها أول زي ما أنت عايز كما أنها لا تستخدم عند الإشارة إلى المجموعات غير محددة الحجم لما يكون أنا المجموعة دي مش عارف عددها ما استخدمهمش برضه تستخدم الى الاسماء وكمان بوس وايذر ونيزر لا تستخدم الا مع الاسماء المعدوده فقط. نعيد تاني الكلمات الثلاثه اللي قدام حضراتكم دول اللي هم بوث وكلمه ايذر وكلمه او ايذر ونيذر او نايزر براحتك دول الثلاثه لا يستخدموا لا ياتي بعدهم الا اسم تمام ولا بد ان يكون هذا الاسم بيشير الى مجموعه المجموعه دي تكون بتتكون من جزئين من شيئين من اسمين من فردين لكن اكتر من اثنين ما ينفعش ابدا الحاجه الثانيه هعرف ازاي ان هي بتتكون من فردين قال تعرف ان لازم يكون هذه الجزئيه عباره عن اسم معدود كاونتابل ما ينفعش مع الانكاونتابل ابدا ما تنفعش مع الانكاونتابل هذه الكلمات فقط نشوف كده ايه اللي هيحصل اولا قال لك لها استخدامين هناخد واحدة واحدة فيهم أهو هنبدأ نتكلم مع كلمة بوث اللي هي معناها كل من كل من ناخدها خطوة واحدة خطوة خطوة يعني تستخدم بوث للإشارة إلى الزوج بأكمله وهي تعني واحد وآخر إذا أشرنا يعني هنا يعني هنا بيقول إيه بوث تشيلدرين بوث تشيلدرين هنا معناها إيه أفهم إن الأطفال دول كم طفل ما كلمة تشيلدرين معناها أطفال children معناها أطفال أفهم من هذا الكلام <applause> ها أه. أفهم من الأطفال دول كم طفل اثنين اثنين بس فعلا يعني طالما وضع كلمة بوس قبل اسم الجمع الكاونتابل اللي قلنا ما إلا مع الكاونتابل أعرف أن الأطفال دول عبارة عن طفلين فقط لا غير طبعا وهنا معناها بوس يعني هنا معناها ان هو بيقول ممكن يعني كلا الطفلين اللي معانا يمكن استخدام بوس بمفردها مع الأسماء الجمع ويمكن أن تأتي بأف وراءها يعني أو تريها بعد أداة التعريف طبعا في هذا الكلام يعني بوس ذات تشيلدرن كلا الطفل الطفلين بوس اوف ذات شيلدرين كلا الطفل ما فيش أي تغير في المعنى بوس ماي بيرنتس كلا والدي أعرف إن ليك أب وأم بس اثنين ما فيش غيرهم بوس of my parents قلت both بير أو اوف طيب التي تليها او تليها اداه تعريف اذا اتى بعد بوس ضمير في صيغه الجمع فيجب في فصلهما عن الضمير بحرف الجر اوف اه خدت بالكم من دي ضمير في صيغه الجمع زي ايه قال لي بوس اوف اس بوس of us. Us يعني نحن. برضو افهم من كده انه نحن هنا ان احنا يدوبك فردين، اثنين يعني كل منا كل منا فاصبحنا فردين بوس اوف زم معناها كلاهما اللي هما اثنين فقط لا غير فاعرف ثاني المعلومه لنا انا من الاول للاخر كلمه بوس لا تاتي الا مع الاسماء الجمع والتي تت يعني تكون عباره مجموعه مكونه من فردين فقط لا غير. ممكن ان حضرتك تستخدم اوف او لا تستخدمها او ذا او لا تستخدمها مع الاسماء العاديه لكن اذا استخدمت ضمير جمع زي اس او يو او زم هنا لا بد الزاما لحضرتك انك لازم تستخدم حرف الجر اوف لا يمكن استخدام بوس مع الافراد المفرده طبعا لانها تشير الى شيئين يبقى اذا كلمه بوس لا تستخدم مع اكثر من اثنين ولا تستخدم مع المفرد لا تستخدم مع اسم اكثر من اثنين ولا تستخدم مع المفرد واذا كان هناك اسم جمع او ضمير جمع اسف فانك تستخدم اوف بين بوس وبين هذا الضمير. الكلمه الثانيه اللي هي كلمه ايذر وايذر دي طبعا ممكن نستخدمها بمفردها بدون ان ياتي معها اي حروف جر اخرى بالاشاره بم... الى احد الافراد الزوج برضه بتشتغل مع كام زي ما قلنا زي بوس وايذر ميزر بيستخدموا مع اثنين بس يا اخوان بيستخدموا مع شيئين مع جزئين لو انت عايز تتكلم على واحد من الافراد بتستخدمها لوحدها يعني يعني زي ما هو هنا بيتكلم بيقول I can stay at either hotel هنا معناها يمكن ان نقيم في احد الفنادق يعني في احد الفندقين عشان نكون فاهمين من الحكايه دي. Either دي يعني كل يوم يبقى هنا بيتكلم ايه is fine for me يعني بيتكلم على كل يوم بمفرده يبقى اعرف ان هو كان عندي يومين فيقول كل يوم من اليومين دول بالنسبة لي كان يوما ممتعا طيب ايه تاني وهي تحمل معنى الاثبات وتعني واحد او الاخر ممكن معناها واحد او اليوم الاخر وحيث ان ايذر او ايذر تشير الى احد افراد الزوج فقط فياتي بعدها اسم مفرد عشان يعني ممكن يأتي بعدها اسم مفرد ممكن يأتي بعدها اسم مفرد لأنها بتتحدث على أحد أفراد مجموعة تتكون من اثنين برضه هناك بوس كان بتتكلم عن الاثنين مع بعض إنما أيذر وأيذر بتتكلم على واحد من الاثنين مش أكثر من اثنين برضه أفراد الزوج فقط فيأتي بعدها اسم مفرد يمكن استخدامه أيضا مع الأسماء والضمائر في صيغة الجمع بنستخدم معها أفضل زي كلمة هنا مع حضراتكم you can take either of them حط هنا ضمير أو ضمير ملكية في صيغة الجمع وجعله مسبوقا بحرف الجر of either of you ده برضو ده برضو عبارة عن ضمير جمع واستخدمنا قدامه of uh, each uh, either of the hotels will be fine هنا مقصود بيها أنه أحد الفنادق I can eat either of the salads يعني أخذ أحد اللي طبقين السلطه اللي انت جبتهم قدامي. قال لي بص بقى اللي جايه دي في ممكن استخدمنا ايذر في المره اللي فاتت لو لاحظتوا حضراتكم استخدمنا ايذر بمفردها بمفردها ممكن لها استخدام ثاني انك تجيب معاها اور اللي هي بمعنى او او يمكن استخدامها مع اور في التراكيب التي تشير الى كل عضو أو فرد من أفراد الزوج على التعاقب يعني مثلا نقول لحضرتك إيه إما أن تشرب الشاي أو القهوة إما أن تأكل الجبنة أو اللحمة إما أن تذهب إلى المدرسة أو تبقى في البيت وهكذا إما أن تذاكر أو تنام يظل لها نفس المعنى عند استخدامها كذلك إلا في حالة حالة لا يتم اعتبارها محدد توزيع يعني هنا بيقول إيه يعني إيه لو انا استخدمتها مع اور بتدي نفس المعنى ويظل لها نفس المعنى عند استخدامها كذلك الا في هذه الحاله لا يتم اعتبار ايضا محدد توزيع ولكن يتم يتم ماذا يا استاذ؟ اداه عطف يعني بنستخدمها اللي هي كلمه زي وا اما يو كان هاف ايذر ايس يعني اما ان تاخذ ايس كريم اور شوكولا كانه واو عطف اللي هي ايذر دي كلمه اور آي ويل come أون I will come on either Thursday Sarah, or Friday. أتى بعدها أسماء وبرضه مفرد وبرضه مفرد وبرضه مفرد ولا يتم إلا حاجتين آيس كريم واحد شوكولاته اثنين. Thursday واحد Friday اثنين. You can either come inside خش جوا or put on your raincoat أو تلبس البالطو عندك خيارين بتستخدم للتخيير. أختها القبل الأخيرة دي اللي هي كلمة نيذر نفس الكلام اللي قلناه هناك هو هو عليها ما عدا أن كلمة إيذر تستخدم في الإثبات وكلمة نيذر تستخدم في النفي الثانية الأولانية اللي احنا أخذناها كانت بمعنى إما أو أما الآتية اسمها لا ولا لا ولا ممكن تستخدم في بمفردها زي ما أنتم شايفين تستخدم بمفردها للإشارة إلى الزوج بأكمله كله وتحمل معنى النفي وتعني لا الواحد ولا الأخ لا ده ولا ده نيذر تشير يعني ولا كرسي is any god يعني هنا إيه يعني لم يعطى طبعا كويس خالص بأي حال من الأحوال نيذر هنا لما بيتكلم بيقول نيذر تشير معناها إن قدامي كام كرسي كرسيين ولا واحد من الاثنين دول كويس طيب نيذر براذر كيم انا عايزك تخلي بالك حضرتك هنا استخدم لما جاءت نيذر جاء بعدها هي عشان هي كلمة بوس الوحيدة اللي بتتعامل مع الحاجتين مع بعض لذلك أتى بعدها جمع لكن لاحظت أن كلمة إيذر وكلمة نيذر أو أيزر ونيزر يأتي بعدها مفرد يأتي بعدها مفرد لماذا؟ لأنها تتعامل مع واحد من الاثنين تتعامل مع واحد من الاثنين يقول هنا نايدر براذر كيم يعني ولا اخ وصل اعرف ان هم كام اخ؟ اثنين ولا واحد منهم جه. ويتش باك دو يو وانت اي ح اي واحده نيذر اوف زيم اي شنطه انت عايزها؟ قال ولا واحد منهم اعرف ان هم شنطتين. برضه هتلاحظ ان هو لما بيستخدم ضمير الجمع بلازم يستخدم كلمه اوف ودي قلناها كثيرا يعني ما كترناش مش عايزين ممكن ياتي معاها اسم اشاره زي ما قلنا زيس وزوس نفس الكلام بس القاعده الاساسيه انك تفهمها ان هي تتعامل مع واحد من الاثنين وطبعا ايذر مع الاثبات ونيذر مع النفي قال استخدمناها طبعا يعني تاني هعدلك هذه الجزئيه اللي فاتت دي خلي تخلي بالك عشان هجلب بعد شويه لاحظت أنه هو استخدم نيذر بمفردها فاتى بعدها المفرد اهو لكن ممكن نضيف لها معاها او نور لو لاحظت ان ثانيه ايذر كان بتأخذ اور الان لما جت هنا جت هنا كمان نيذر نور يعني لا ولا بتستخدم برضه بياتي بعدها هنا لما تلاحظ حضرتك يعني عايزك تشوف انه يو كان هاف نيذر كوكايز نور كاندي يعني طبعا يا تاخد البسكوت ده يا تاخد الحلويات عملت لك عمليه تحويل فالتركيب بتشير الى كل عضو او فرد من افراد الزوجه على التعاقب برضه بنخيرك بين هذا وذاك يعني هنا لو لاني كان بيخيرك هنا بيرفض لك الاثنين لا ده ولا ده لن تطالع بره ولا هتتفرج على التلفزيون لا هدي لك فلوس ولا هخليك تستلف اذا بيرفض الاثنين، برضه بيبقى عنده خيارين بيرفض الاثنين. الايذر بيدي لك خيارين تختار واحد منهم. الاثنين بيرفض لك الاثنين، الاثنين مباشرة. فـ uh, it is neither raining nor snowing يعني هي إما تمطر أو تنزل ثلج. she is neither tall nor short يعني هي لا طويلة ولا قصيرة. هي لا بتمطر ولا بتنزل ثلج. هي لا يا تأخذ الكيكة يا تأخذ الحلويات وهكذا. آخر الجزء ده في الكلام يمكن مش موجودة عندكم دي في الدرس لكن أنا قصدت إن أنا أجيب هذه الجزئية لأنها حاسس إن هي يعني هتبقى مفيدة شوية معنا Some and any Some ركز عشان وجدت إن كل ما بنحل تمارين مع حد بيبقى هذه الجزئية بيبقى فيها يعني خطأ شوية ما بيعرفش لحظة Some بمعنى بعض وإني بمعنى أي امشي معايا وأنا هوري لحضراتكم أنت بتستخدم كل واحدة من أول حاجة نتكلم كلمة صم وبعدها نشوف إني some is generally used in positive يعني يقول لحضرتك يعني بوزيتيف اللي هو معناها الإثبات يعني بيساوي كلمة افيرماتيف sentence يبقى صم أول استخدام لم لها أنها تستخدم في الجمل المثبتة لو عايز تسجل عندك برضو إن صم تستخدم في الجمل المثبتة There are some flowers in a vase on the table. هناك بعض الورود في الفاز. He needs some medicine. يحتاج بعض من الدواء. طيب. قال لي exception to the rule. يعني هناك uh, exception استثناء. Some can also use in questions. امتى اقدر استخدمت احنا اتفقنا ان هي لا تستخدم الا في حاله الاثبات فقط. لكن هناك اكسبشن اللي هو استثناء امتى يمكن ان استخدم صم في السؤال قال لي اذا اردت حضرتك if you are offering something to someone لو انا عايز اعرض عليك شيء or asking for something by thinking that the answer is yes or no. hopes for each an answer يعني حاجه من would you like some coffee؟ هل تحب؟ هل تحب بعض من القهوه؟ لماذا استخدم صم هنا في السؤال؟ لأن هذا عبارة عن أوفر عبارة عن عرض أنت بتعرضه وتكون الإجابة المتوقعة أنه إما هيقول لك يا يس yes, يا you know. أما كلمة any any is generally used in negative يعني المعنى العام لكلمة إني لا تستخدم إلا في حالة النفي فقط There aren't any students in the school I don't want to drink any fruit juice. نفي كله. قال لي any is used in question. اه وقال لي كمان any استخدمناها في الجمله المنفيه والسؤال. Do we have any bread? He hasn't received any email يبقى احنا حضراتكم اهو استخدمناها في في النفي والسؤال. برضه exception استثناء Uh, any can be only used in positive sentence. يعني بيقول لك يمكن حضرتك إنك تستخدم any في الجملة المثبتة. إزاي يا أستاذ؟ آه آه يا قال if it is used with conjunctions such as يعني لو استخدمتها مع أحد الروابط مثل if and whether if and whether طبعا اللي هي تعرفين حضراتكم هذه الكلمات We will always help you if you have any problems. يبقى إذا متى يمكن أن نستخدم any في حالة السؤال في حال جملة السببية إذا كانت مع حضراتكم هنا آه بنستخدمها مع if. آه ثاني عدلك لك الكلام ده كله بتاع صم وان من الأول. صم معناها بعض، any بمعنى أي من هنا آه أو أي. صم تستخدم استخدامها الأساسي تستخدم صم في الجملة المثبتة. ولكن متى يمكن ان نستخدم صم في السؤال؟ تستخدم صم في السؤال كما ترون بنستخدمها عندما اريد ان اعمل اوفرينج عرض عرض عليك تحب تشرب شاي؟ احب اجيب لك شويه شاي؟ احب اجيب لك شويه مش عارف ايه؟ هنا في هذه اللحظه بيكون انت بتستخدم كلمه صم في السؤال اللي هو بنسميه الريكوست الطلب. آه الاوفر اسف الاوفرينج هنا بنستخدمها بالاضافه الى جزئيه ثانيه انك حضرتك بتكون منتظر الاجابه اما تكون يس اور نو اما ان هذه الكلمه لا تستخدم الا في النفي والسؤال ده الاستخدام الاساسي بتاعها في النفي والسؤال لكن يمكن ان تستخدم لها استثناء ممكن نستخدمها في الجمله المثبته في حاله لو في عندك اداه زي اداه اللي هي بتاعه اللي يسموها الكونديشنالز اللي هي الادوات الشرطيه الادوات الشرطيه زي اف واخواتها زي ما حضراتكم عارفين ومن هنا حضرات يعني احنا حاولنا انه نلخص هذه الجزئية لان وجدنا صعوبة كثيرة مع كثير من الطلبة في هذه الجزئية في عملية الحل التمرين او فهم هذه محددات التجزئة او عبارات تجزئة او اسلوب التجزئة كما تسمونه في النهاية زي ما نقول لحضراتكم لو شاهدتوا هذا الفيديو على القنوات بتاعتنا ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك وتكتبوا لنا تعليق وتفعلوا الجرس عشان لو انا نزلت اي حاجه توصل لعندكم مباشره دون ان تبحثوا عنها ونشوف حضراتكم مع نيو شير مع الشير الجديد اللي احنا هنستخدمه مع حضراتكم في هذه الجزئيه اللي موجوده قدامكم. ايه رايكم؟ فهمتوا؟ اه <applause> مستر شكرا يا فاطمه ايوه انت رافعه معنوياتي انا برضه اتكلمت قلت فهمت والله وانت برضو رافعه معنوياتي فهمنا يا مستر فهمنا كلكم رفعتوا معنوياتي فهمنا فاضل محمد محمد نام ولا ايه؟ محمد ايهاب راح فين؟ اه محمد بقى شكله كده بيتعشى طيب حضراتكم النهارده يعني مش عارف اقول وش مين الحلو النهارده اللي لو اخدت بالكم الجلسه ما فصلتش واخدين بالكم من دي؟ اه انا اخدت أ... بالي <applause> ضحى ايوه ضحى ده نسيتك يا ضحى ايوه صح ازاي؟ سبحان الله النهارده مش عارف ايه الحكايه وش مين حلو النهارده؟ مين اللي استلم المذكره النهارده وشه حلو؟ انا <applause> كان طيب مش حكيت حد استنى من زمان أه؟ بس عشان دخلت متاخر بس عشان دخلت عشان انت جيت عشان جيت متاخر على ما استنوك بيديني وقت الابلكيشن بيديني وقت تمام انا معاك بس رحت الكتاب رحت اجيب الكتاب تمام الحمد لله طيب, طيب. طيب, <applause> طيب. طيب أه... المشكله في حضراتكم ان انا لو شفتكم انا فاطمه وسجدان معايا من السنه اللي فاتت لو شفتكم وانا يعني انتوا الاثنين مش هعرف شكلكم يعني لهم مدينة وعنين. لو مدينه و لو شفتوهم مش عارف لكن محمد كان معايا من السنه اللي فاتت مثلا ايوه صح انا ودينا الجداد اه لو شفتوني طبعا شفتوني لكن انا شفتكم مش هعرفكم يعني ممكن تركبوا معايا نفس الموصله وما اشوفكم ما اعرفكمش ممكن نتخانق سوا ايوه صح <applause> طيب حضراتكم احنا الحمد لله يعني خلصنا في مقدار ساعه كامله ساعه كامله بالظبط خلصنا فيها هذا الشرح. ايه راي حضراتكم؟ ها؟ أه. نكمل على طول؟ في الايه؟ نكمل اكسرسايز بقى. أه نكمل على طول ولا عايزين تحلوا لوحدكم ونيجي نحل براحتكم؟ بس احنا ايه عايزين نستغل ان هو ما نشتغل على طول. مش لا نحله على... نحله بقى هو أه؟ ما هو ما بقى. نكملوا. طيب برضه يعني مع حضراتكم. أنا... هنشوف كده ايه هنعيد الشرح تاني من خلال الجزئية اه دي اللي احنا هنشوفها مع بعض all his friends all his friends from respected families حنين حسب R R تمام لانه all بتعامل معاملة الجامع جميل each دينا each uh, each student برضو حنين student ستيودنت يعني انا واحده فيهم اه كل واحد ماشي ماشي خلاص خلاص قلتيها هتبقى الثانيه الثانيه تمام برافو عليك صاحبتك ها تمام اول هير بوكس تبقى هاف انا واحده ثانيه تبقى اول هير بوكس هتبقى هاف بس هاف بس طيب لو انا قلت سنة. هاف translated يعني وبالكتب هي اللي ترجمت يا دينا. بين معلش يا مستر اه اوكي ده هي التي ترجمت طيب كويس هاف اوف ذا كيك هاف اوف ذا كيك برضه تابع كدينا اتنين اتنين عشان هي زي ما حنين half اوف تبقى تبقى is eating? Uh, is, is, uh, طبعا تمام. هاف uh, half of the cakes يا فاطمه. Nah, no, Mr. Half of the cakes so will be where? Excellent. My flat is... I mean, my flat. a flat? Hard... half of... Half? Of? Half of a kilo? Me half a kilo from airport? Half a kilo. Half a kilo. Yeah. لانه هنا عند حضرتك ده فاكره فاكره الحته اللي كنت اقول لك ايه؟ هاف اكب هاف اكب كنت اقول لك ها هاف كب ولا هاف اكب لان كيلو متر ده من وحدات القياس مش من وحدات القياس فاحنا بنحط هاف وراءها ا, آ او ان ثم وحده القياس تمام افري بيرسون اللي بعده سجدان هتكون هاز اكسلنت ها نايذر انسر اقول ثانية هاف بين طب بص كده كلمة answer مفرد ولا جمع؟ اه ماشي خلاص از از شكرين تعبناكي معانا ضحى I don't like either of the uh, of the food. فوتو انا واحده بي ولا سي بي بي لان يعني قلت لحضراتكم ان ايذر ما تتعاملش إنه تعمل بيقول ايه اي دونت لايك انا لا احب ولا واحده ها اوف ذا فوتوز من الصور دول تمام I جيف give... ايتش I جيف each of my three brothers طبعا اللاعب بيقول اديت كل واحد عارفه صح الاول عشان ما نتواكيش امتى استخدم بوس في هذا التمرين الكلام للكل امتى استخدم بوس لما يبقوا اثنين لما يبقوا اثنين يا فاطمه شطورة لما يبقوا اثنين شطورة بس استخدم بوس تمام برافو عليك محمد <applause> I gave my parents a present ما لسه جايلها لك اهو ايه مستر؟ I gave my parents a present بوس بوس لان الاب والام اتنين بس ما فيش غيرهم you can أيوة. go on في هنا عند حضرتك اور تاخد ايه اور في الزحمه دي اور يا رأي؟ اور ناي نايزر نايزر ردوا علي يا بنات ايزر يا مستر ايزر لان عيزر. نايزر ايزر طيب معلومة معلومة لحضراتكم معلومة لحضراتكم طيب بوس بوس لو عايز استخدم معاها اداة ربط يعني بدل اور دي. بدل اور دي واستخدمتي بوس هنا اقول بوس فرايداي اخد ايه هنا؟

رجعت تاني انا قلت عشان حضرتك ما كملتيش لغايه الاخر ايوه ما كملتش because I don't like hot drinks ام تبقى نايزر اه لان هو هنا في اللحظه دي بيقول انا عرضت تأخذ يعني ايه شاي ولا قهوه قال له انا ايه أيوة. ولا عايز ولا واحد فيهم لان ما بحبش المشروبات ما بحبش ده ده تمام تمام إيه ثاني all the students all the students تمام في اهو انا بص كده اهو في خلي بالك من دي ايه اجاوب انا لا اللي بعدك اللي على بعد الدور دينا هتبقى يو كان stay ان تبقى ايزا تمام برافو Uh, hotels have فور cafe for تبقى um, uh, بوس. بوس. <applause> طيب ليه ما خدتيش ايذر ولا نايزر ليه؟ يبقى صحيح الاول عشان عشان هم مش دلنا الاثنين اه لان لا عشان ايذر ونايزر بياتي بعدها مفرد دايما يأتي مفرد يعني مفرد اي كمان ايوه اه بياتي بعدها دي. مفرد مش كم؟ تمام مين اللي بعده؟ أنا اتفضلي يا فاطمة هتبقى <applause> ايه؟ Each room has a fridge. تمام أنا لسه ما قلتهاش أصلاً ما أنا سمعتها إيه؟ قلتي نمبر إيه؟ ماشي. اللي بعدها

اولا اول هنا ياتي بعدها جمع وعند حضرتك اهو مفرد وبوس بياتي بعدها جمع وده مفرد وبوس اوف عشان نستخدمها لازم ياتي بعدها ضمير مفعول به في صيغه الجمع بما ده يبقى اذا معايا غير نيذر دي حاجه الحاجه الثانيه but there is a lovely restaurant ولكن هناك مطعم طبعا فين في الفندق اللي جنبنا فاذا معناها انه بيقول ولا فندق هنا في مطعم ولكن هناك مطعم في الفندق التالي فلم يحط كلمه بط يبقى في تناقض اذا كانت الجمله ادي از مثبته يبقى ما قبلها منفيه وفين اداه النفي اللي عند حضرتك اللي هي كلمه نيذر او نيزر 19 سجدان هتكون اول اول اور ستاف members ماشي وي وونت school well, every every عشان مفرد تمام ضحى As... We looked at two hotels on the trend and. بص استخدمي بس كده قال تو اثنين هو سهل تالي كم اتن... في... في الأدوات اللي تتعامل مع اثنين ثلاث حاجات يا بوس يا إيذر يا نيذر. بوس ما يبقى إذا هنا عندي إيذر أو نيذر. فهكم اقرا الجملة كويس. We looked at two hotels on the internet and of them would be great for the holiday. أنت بقى نذر؟ أه طبعا ولا واحد فيهم سوف يكون مناسب لرحلتنا. ماشي. طيب، تانية؟ the film the film was very boring and of the people that um they each of the people last one the film was boring and of the people left before the end لو اتش اوف اتش اوف احنا قلنا كلمه اتش اوف لما اخذناها هل قلنا كلمه اتش دي وكلمه افري هل يمكن ان تستخدم مع الجمع قلنا يمكن ان تستخدم اتش مع الاسماء الجمع وتكون مسبوقة يعني بعدها في كلمة of each of the people يعني كل الناس كل الناس each of the people لكن every لا تصلح every ما تنفعش تأتي مع الأسماء الجمع قلنا ده الاختلاف الوحيد اللي يعني بتستثنى منه كلمة each ماشي محمد بيروح فين محمد مش عارف انا كل ما اندى عليه بياخذ له ساعه عشان يرد محمد ايهاب طيب ماي سيستر بوت تو نيو سكيرتس من اختي اشترت ها كم كم جيبه؟ اثنين اند And... الإجابة للكل عشان هو بوص. مش موجود ها؟ بوس أول واحدة أدب أول واحدة بوس آه أيوه هي كلمة بوس تمام طب يا مستر ممكن تنتو ليه ما تبقاش الثالثة؟ اللي هي أوه. اللي هي تنتو هتبقى هافز يعني أنا قلت لها هتبقى كده إحنا خلي بالك في 23 اسم الله عليك لا أنا قصدي يعني كنت عايز أسأل ساعتها ما جاوبت 23 اه كلمة حافظ يعني ايه؟ يعني. هافز يعني ايه طيب؟ يعني ايه طيب هافز يعني يعني نصهم لا مش نصهم لو قال هاف بس كان بدك نصهم لكن دي هافز يعني انصاف اه ايوه يعني معناها ان صح صح كل واحد صح صح صح. مثلا رجليه مشيت ونص الفواني موجود او نص الفواني مشي ورجليه موجود قسمتهم بقى ايوه ايوه 24 صح. there were there were two photos of me صح. on my cousin's phone but I like مستر اوف زم عايز استفسر عن حاجه علي صوتك والنبي يا فاطمه عايزه استفسر عن حاجه رقم 23 ماليا. هنا بتقول اخواتي اختي اشتر... اشترت جبتين ممكن اقول وان اوف ذم يعني واحده منهم كانت طويله ولونها ماشي ماشي, فات... ماشي معاكي بس اضربي لي نفسك بعد ما تجاوبي بعد زم في ايه اه اه ماشي ها آه. اضربك على النضاره اللي في الصوره دي ماشي 25 الدور على مين نرجع تاني لمين لحنين تمام اه اي صح زر اه, زير... آه... بص ايه بص علي،, علي. آه... انت ما مذكره ولا ايه لا آه ما بقول لسه ما استلمتهاش انا بس مش شايفه اصلا انا نسيت معلش ها ماشي اه اي هتبقى ار ار تيتشرز اهو كده فعلا بوس بنتعامل مع الفاعل على انه جمع جمع والار ماشي تمام ار اه از ويل از دينا لو حليتيها هتبقي شاطرة سنة ثانية اصلا آي سنة ثانية ايه بقى تمام اه يعني انا أل... <applause> هتبقى إيه لايكس يا تبقى ايه؟ لايكس هتبقى لايكس ماشي يا مستر بس آه. اكتبوا المعلومه دي عند حضراتكم، اكتبوا المعلومه دي عند حضراتكم، كل واحد قلمه في ايده يكتب مستر المعلومه اكتب يا فاطمه هقول لك اهو مش از والاز وراها اي ده لما تكوني بادئه بها الجمله وما فيش فاعل يا دكتوره عارف 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 على دينا. انا سمعت يا محمد عرفت ان النت قطع عندك آه اسمع اكتبي عند حضرتك المعلومه دي اذا ربطت از والاز فاعلين مختلفين في حد بيكتب طبعا. في حد بيكتب يا اخوانا ايوه ايوه طيب, أيوة. طيب الله الحمد لله الحمد لله إذا ربطت آز والآز فاعلين مختلفين إذا ربطت آز والآز فاعلين مختلفين فإن الفعل فإن الفعل يتبع الفاعل الأول فإن الفعل يتبع الفاعل الأول تعالوا نطبق الكلام ده على الجملة اللي حليناها. I أنا تاخد لايك like. as well دينا تاخد لايكس. عشان إحنا هنا بنتكلم على على habit ما نستخدمش لا ام ولا إز ولا أر يا فاطمة. فإذا مين المايسترو على الجملة اللي هو I و I بتاخذ الفعل فين؟ في المصدر. طيب بص اكتب معلومة تاني أما إذا ربطت either or neither أما إذا ربطت either or neither or not only في كلمة مش موجودة خالص ربما تلاقوها في الكتب الخارجية تقول جاهزة معاكم إذا ربطت either أو neither أو not only فاعلين مختلفين فإن الفعل يتبع الفاعل الثاني فإن الفعل يتبع الفاعل الثاني فإن الفعل يتبع الفاعل الثاني تعالوا نطبق الكلام ده على هذه الجملة نيذر منى nor friends منى مفرد friends جمع يبقى مين المايسترو على الجملة دي منى ولا friends friends <applause> اه <applause> friends طيب مفرد ولا جمع جمع <applause> يبقى تاخد مين في الإجابة وير where تمام neither of them ولا واحد منهم جامع ريدي فور ذا اكزام هتبقى جامع؟ نو no. هتبقى مفرد اهو كده شفت الذكاء لما يقول لا فلان ولا فلان بيجوا اثنين او مش بيجوا اثنين آه. بيجي المايسترو اللي هو الفاعل الثاني لما يقول نيذر اوف ذيم او ايذر اوف ذيم قلت لكم بيتعامل معناها واحد, واحد. ولا واحد منهم واحد منهم يبقى تاخد ايه؟ تبقى الاخيره بقى حتى بحاله من الذكاء البسيط حضرتك عندك ار وير ينفعوا ايوه يبقى ما ينفعش اشغل الاثنين معايا هبص الثانيه برضه هنرجع للقاعده اللي قلناها ايذر ايمن اور هي سيستر ايمن ده وهي سيستر جامع مين المايسترو على الجمله؟ المفرد اللي هو ايمن يا شيخه لا لا جامعة حصة اشتراك هنا جامعة هاي. هنا جامعة هنا جامعة اه هتختار مين؟ هنا مستر عندك اثنين هاف وير مين اللي تنفع حسب معنى الجملة؟ هاف هاف عشان في كلمة ايه؟ بن بيم. بن ايوه اسمها بن هي بيم. All <applause> my teachers. All my teachers. ها نتعامل أوه. مع الجملة على أنها مفرد أم جمع مع أول؟ جمع جمع بنأخذ إيه؟ وير وير تمام